دلوقتي خلينا نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده. النهارده في مباراه مهمه بين الاهلي وبيراميدز في اطار المباراه المؤجله من الجوله 28 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم البدء في صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفي وزارة التعليم والشرطة والأطباء، وبتقسيم عملية صرف مرتبات الموظفين على بضعة أيام على أن يتم صرف جميع المرتبات بحلول 27 يوليو 2023. النهاردة هتستعد حركة ناصر الشبابية بالتعاون مع المؤسسة الإفريقية للتطوير وبناء القدرات لإطلاق برنامج يوليو الفكري الأول تزامناً مع الاحتفالات بمرور 71 عام على ثورة 23 يوليو المجيدة ومرور 5 سنوات على تأسيس حركة ناصر الشبابية، وده في الفترة من 23 يوليو حتى 26 يوليو الجاري بمقر المؤسسة التاريخي بوسط البلد بالقاهرة وبحضور أهم الأكاديميين والمثقفين المصريين. برضه النهارده هينظم قطاع الفنون التشكيلية ندوة بيستضيف خلالها المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواحدة ظهرا بمتحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشية البكري في مصر الجديدة، وده بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو 1952. النهارده لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 28 من عمر الدوري المصري، هيلتقي الأهلي مع بيراميدز الساعة 8:30 بالليل.